لكن هناك بعض التصريحات أن هناك مشروع وزاري من الخارجية الأمريكية والدفاعية الأمريكية تراقبان برنامج المسيرات التركية منذ عام 2018، وتعدان تقارير سنوية إن كانت تتضمن تلك المسيرات تقنية مصنوعة في أمريكا، والمطالبة بتحويل تلك التقارير إلى تقارير ملزمة. هذا المشروع التركي مراقب من قبل الأمريكان، ماذا يعني ذلك بالنسبة لتركيا؟ هل هناك سيكون انعكاس سلبي؟ لن يكون غير مراقب، من المستحيل أن لا يكون مراقب، وأرفعه إلى درجة التركيز عليه والاهتمام به، لأننا لسنا فقط أمام حالات الحروب، نحن الآن أمام أسواق السلاح في العالم. يعني هذا الكلام عندما تتوفر طائرة بهذه المواصفات وقد جربت، فستفتح أسواق كبيرة جدا لهذه الدولة، وبالتالي فتحت وانتهى الأمر سيد العقيد. يعني هناك تصريحات بحسب رويترز أن هناك خلافات بين السلطات الأمريكية والتركية بشأن مبيعات أنقرة من الطائرات المسيرة المسلحة إلى أثيوبيا. قرن الأفريقي حاضر هنا تماما. يعني هذا كلامنا، أنه هذا هذه التقنية وظهورها سوف يسحبنا إلى صراع آخر، الذي هو صراع بيع الأسلحة. يعني ستحاول أمريكا تدخل من باب الحصار على الدولة التي تريد أن تشتري، ومنع بيع توقيع مثل هذه الصفقات أو بيع مثل هذه الصفقات. هذا لابد من الدخول فيه، لكن بالمجمل نحن نقول أن تركيا الآن تصارع الأقوياء أو تنافس، لم تدخل مرحلة الصراع، هي الآن تنافس الأقوياء في مجال التقنية. هذا أهم عبارة.